من ضمن الأسباب التي تحدث عنها في استقالته تحدث عن التأزم السياسي، تحدث عن الخلافات السياسية البينية في إطار المكونات السياسية. نعم، بمعنى يعني كيف سينجح أي رئيس وزراء قادم فيما فشل فيه حمدوك؟ يعاب ايضا على الـ على الـ على الـ على على الدكتور حمدوك في استقالته انه حمل كل المسؤوليه للمكون المدني ولم يتطرق بشكل او باخر للمكون العسكري باعتباره شريك في العمليه السياسيه التي انتظمت البلاد طيله الفتره الانتقاليه. السلطه كانت شراكه ما بين المكون المدني والمكون العسكري، مثل ما اكد حمدوك على انه هو اخطا في بعض الملفات واصاب في بعض الملفات، إذا السلطة بمجملها أيضا أخطأت في بعض الملفات وأصابت في بعض الملفات. كنا نتوقع وربما تكون المعالجة التي أنا تحدثت عنها قبل قليل فيما يتعلق بالتسجيل حذفت بعض الجوانب المتعلقة بإدانة المكون العسكري أو تحميله على الأقل مسؤولياته، ولكن الكل يعرف، أي مواطن في طرف الشارع في السودان يعرف أن المكون العسكري كان هو حجر عسرة أمام كثير جدا من الملفات المتعلقة بتشكيل المفوضيات، بكثير جدا من القرارات، بكثير جدا من القوانين التي كانت يمكن أن يعني تجعل كثير جدا من الأزمات السياسية التي تحدث عنها الدكتور عبد الله حمدوك وحملها إلى الجانب المدني بمعزل عن الجانب العسكري، كان من الممكن أن يتم تفادي هذه. وحتى وصفه للشراكة المدنية العسكرية بأنها بدت بشكل إيجابي لكنها تعسرت، فما هي أسباب التعسر؟ للأسف الشديد لم يزعفنا الدكتور عبد الله حمدوك، ربما تكون في النسخة الأصلية لاحقا الناس تفهم الحاصل، لكن لم يزعفنا بما هي أسباب التعسر وما هي نسبة هذه الأسباب إلى طرفيها الأساسيين المكون المدني والمكون العسكري. فلا يعقل أن تقيم تجربة من طرف واحد وتتناسى عن الطرف الآخر، فهذا نفس الخطاب الذي كان يقوله. ما مصلحة حمدوك برأيك؟ أنا لم أجد مصلحة. أن هناك لم أجد مصلحة لحمدوك. ربما تكون هنالك أجزاء اجتزأت من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ والظاهر إنه هذا الاستقالة كانت مسجلة منذ وقت مبكر قبل الموعد التي أذيعت فيها.